يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نرحب بالجميع مع أولى حلقات قواعد وضوابط في معرفة أحكام الطعام أو الطعام وضوابط وقواعد. الطعام أمر أساسي في حياة الإنسان، وهذه الحلقات من خلالها نتعرف على حكم ما نأكله أو ما يقدم لنا من طعام. هي قواعد وضوابط، يمكن فيها 40 أو أكثر من 40 قاعدة. من خلال هذه القواعد نتعرف على هذه الأحكام الشرعية، لأن الطعام يؤثر في ابن آدم، في جسمه وفي ماله، وكذلك يؤثر حتى في الدعاء. أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الدعاء ممن قد بني جسمه من سحت، كل جسم بني من سحت فالنار أولى له أو أولى به. والله النبي يقول عليه الصلاة والسلام يضرب مثلا أشعث أغبر ذي طمرين مغبرة القدماء ويدعو الله يا ربي يا ربي، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أحد موانع استجابة الدعاء هذا الطعام. كذلك مما يعني ينتج من 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 فوضى في أكل الطعام من أمراض. اليوم احنا نعيش في زمن انتشار هذا الوباء الكورونا. هذا الوباء كيف انتشر؟ المتخصصون والعلماء بعدما يعني سئلوا عن السبب الرئيسي الذي من خلاله انتشار هذا الطعام أو هذا المرض، كان السبب بتناول تلك الأطعمة. سمعنا كيف تناولوا طبعا غير المسلمين بالدرجة الأولى، والمسلمون قد يكون يعني الله نجاهم من هذا الطعام، ولكن البعض قد سار خلفهم بجهله. أكلوا الديدان، أكلوا الحشرات، أكلوا الخنافس، أكلوا العقارب، أكلوا الخفافيش، أكلوا أشياء كثيرة. الله جل جلاله عندما يحرم شيئا حرمه لضرره أو أن ضرره أكبر من نفعه، كما قال الله سبحانه وتعالى فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذه عندما سئل عن الخمر والميسر ويسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فإذا كان الضرر والإثم أكبر من النفع كان الحكم بالتحريم، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمة الله بنا سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي خلقنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ خلقنا، خلق الطعام، خلق ما يعرف الله سبحانه وتعالى الضار الذي يضر أجسامنا وحياتنا. والله سبحانه وتعالى ما حرم شيئا، وهذه إحدى القواعد ستأتي إن شاء الله. الله جل جلاله ما حرم شيئا إلا وفيه ضرر أو ضرره أكبر من نفعه. قد يغفل أو يخفى على كثير من الناس، ولكن المسلمين يسلمون لله سبحانه وتعالى. طيب هذا الطعام طبعا هناك قواعد من خلالها يتعرف الإنسان على حل الطعام وحرمة الطعام، وهل هذا الطعام حلال أم هذا الطعام حرام من خلال تلك القواعد. وقبل الشروع بذكر تلك القواعد، تعالوا معي يا إخوة يا أخوات نتعرف على هذا الطعام في هذه الدنيا، ومن خلال تلك التشجيرة الذهنية، لأن لا أستطيع أن أكتبها لكم، ولكن ممكن أي إنسان يعطيها كتشجيرة يشجع يعني التقسيمة هذه. وهذه التقسيمة بسيطة سهلة ميسرة، هي سنسقط عليها كل الضوابط والقواعد التي سنذكرها خلال تلك الحلقات إن شاء الله. أما هذه التشجيرة، ننظر إلى الطعام. الطعام في هذه الدنيا، ضع عندك الآن ورقة وقلم وقل الطعام، ويتفرع منه فرعين. الفرع الأول طعام جامد، القسم الثاني طعام سائل. نعم، الطعام على قسمين، قسم جامد كالبرتقالة وأي شيء جامد، وقسم سائل. قد يقول قال أين الغازي؟ نقول الغازي لا وجود له كطعام، ولكن إن وجد في المستقبل بما يخترع ابن آدم من أطعمة ويتسمى عند العلماء بالنوازل، النوازل الفقهية، لن يخرج حكم هذا الطعام الذي على شكل الغاز عن تلك الضوابط والقواعد.
إذا نحن نتكلم عن اليوم، اليوم أمامنا نوعين من الطعام، النوع الأول جامد، النوع الثاني سائل. تعالوا إلى الجامد، نجعله على قسمين، قسم قسم اجعلوه على قسم اليمين حيوان، أي على شكل حيوان يدب على الأرض أيا كان نوعه ولكن له حركة وحياة، والقسم الثاني غير حيواني، الحيوان كالدجاجة كالطا أي طير من الطيور أو أي حيوان يدب كالخروف وغيره، أما غير حيواني كالتفاح والموز وما شابه ذلك، وهذه أمثلة كثيرة له. إذا أتينا إلى القسم القسم الحيواني، إذا أتينا إلى القسم الحيواني نجعله على قسمين كذلك. إذن اجعلوا معي بقلمكم على قسمين، قسم بحري وقسم بري. هذا الحيوان يا بحري، أين الذي يعيش في البر والبحر يسمى اليوم برمائي؟ نقول البر المائي باختصار يلحق أي القسمين يعيش أكثر، هل يعيش في البر أكثر من الماء أو الماء أكثر من البر، فأي القسمين يكون هو أكثر فيلحق به. فنأتي إلى الحيوان البري نجعله على قسمين كذلك، قسم حي قسم ميت، والحي كذلك على قسمين، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. هذه التقسيمة من خلالها سنسقط تلك القواعد والضوابط التي من خلالها نتعرف على أحكام الطعام. فإذا قدم لنا طعام فنستطيع أن نقول هذا الطعام يخضع إلى هذا القسم ويخضع إلى تلك الضوابط، وهذا الطعام لا يخضع إلى هذه ويكون حرام علينا. انتهت حلقتنا، نلاقي إن شاء الله مع حلقة جديدة من الضوابط وقواعد في أحكام الطعام. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه